شكرا لزميلتنا العيون دسوري من مركز الأخبار على هذه الجولة الصحفية في صحيفة الخليج. نستكمل فقراتنا اليوم مشاهدينا ونبدأها بالفقرة القانونية. يحرص التشريع الإماراتي على تنظيم المعاملات بين مختلف المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بما يضمن الاستقرار للجميع، ومن أهم الأمور التي وضع لها القانون بنودا واضحة ومحددة تلك الخاصة باستخدام العمالة المساندة بما يضمن حقوقهم وأيضا تنظيم علاقاتهم مع أصحاب العمل. حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع يسعدنا رحب في الاستوديو بالمستشار أحمد الحسني، مستشار قانوني وعضو في جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح النور يخرج العافية وجزاكم الله خير على الاستضافة. حياك الله. بدأت أستاذ أحمد نتكلم عن المهن المندرجة تحت قانون العمالة المساندة. بإذن الله. بداية، قانون أعمال الخدمة المساعدة ينظم العلاقة بين طرفي العلاقة صاحب العمل والعامل المساعد. من ضمن المهن اللي تندرج تحت هذا القانون تقريبا عندنا 19 مهنة، بنذكر منها على سبيل المثال مدبرة المنزل، مربية الأطفال، الطباخ، الراعي، السايس، الممرض الخاص، المدرب الخاص، البستاني، المزارع. هذه مجموعة من الفئات اللي يشملها قانون عمال الخدمة المساعدة. بالنسبة لمراكز الخدمة أعتقد أنها تقدم مجموعة من الباقات، لم نذكر أهمها. وزارة الموارد البشرية والتوطين متمثلة في مراكز الخدمة تدبير وفرت باقات لاستقدام العمالة المساعدة. الباقات هذه 4 باقات، عندنا الباقة التقليدية والباقة التجريبية والباقة المؤقتة والباقة المرنة. الباقة التقليدية اللي هي الباقة الأولى مباشرة ينتقل العامل من على يدخل الدولة على كفالة صاحب العمل مباشرة. الباقة الثانية يكون العامل هذا العامل المساعد على كفالة مركز الخدمة تدبير ولمدة 3 إلى 6 شهور يجرب لدى صاحب العمل، بعد ذلك يتم نقله على كفالة صاحب العمل ويستكمل العقد حتى نهايته. الباقة الثالثة اللي هي الباقة المؤقتة تكون بعقد يمتد بين لمدة 2 سنين بين صاحب العمل ومركز الخدمة تدبير، ويكون العامل في هذا العقد على كفالة المركز ويعمل لدى صاحب العمل. الباقة الأخيرة اللي هي الباقة المرنة كذلك العامل يكون على كفالة مركز الخدمة تدبير ولكن يعمل لدى صاحب العمل بموجب عقد بين صاحب العمل ومركز الخدمة تدبير، قد تكون المدة يوم، ساعات، أسابيع على حسب الاتفاق بين الطرفين. تمام. أستاذ أحمد نتكلم عن طبيعة الضمان للعامل المساعد وأيضا مدة هذا الضمان. قانون عمال الخدمة المساعدة نص على أن يوضع العامل تحت التجربة لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل. في هاي المدة يحق لصاحب العمل تجربة العامل، في حال كان العامل مناسب يكمل العقد مع صاحب العمل، في حال عدم مناسبة العامل لصاحب العمل يتم إرجاعه للمكتب. الحالات اللي يشملها الضمان هم 4 حالات: حالة عدم الكفاءة المهنية، 2 حالة عدم اللياقة الصحية للعامل خلال فترة 6 أشهر، الحالة الثالثة حالة انقطاع العامل عن العمل بدون سبب مشروع وبدون سبب يرجع لصاحب العمل، الحالة الرابعة عدم رغبة العامل لإتمام هذا العقد وعدم رغبته بالعمل لدى صاحب العمل هذا. في هذه الحالة يحق لصاحب العمل إرجاع العامل لمركز الخدمة أو مكتب الاستقدام واسترجاع المبلغ الذي تم دفعه لهذا المركز، بالإضافة إلى له الخيار في اختيار عامل مساعد بديل. مستشار أحمد، شو بالنسبة للضمان الممتد لـ2 سنين؟ لو نشرح هذه النقطة. بإذن الله. مثل ما ذكرت قبل شوي الضمان اللي هو 6 شهور هذا جاء في القانون، بعد ذلك صدرت اللائحة التنفيذية وتم اعتمادها بتاريخ 5/3/2019. جاء في هاي اللائحة التنفيذية أن يمتد الضمان لمدة 2 سنين من التعاقد. أي عقد يصدر بعد تاريخ 5/3/2019 للعمالة المساعدة يتضمن ضمان 2 سنين. المقصود بضمان 2 سنين بعد ما عدى 6 شهور الأولى اللي تكلمنا فيها قبل شوي، قرر العامل عدم العمل أو قام بالانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع. في هذه الحالة يكون مكتب الاستقدام أو مركز تدبير ملزم برد مبلغ التعاقد. المبلغ راح يكون على شقين: رد المبلغ إما يكون إرجاع كامل إذا ثبت أن للمكتب أو لمركز الخدمة تدبير يد في هذا السبب،
اللي هو الانقطاع أو عدم الرغبة بالعمل يرجع المبلغ كامل. أما إذا لم يثبت هناك يد للمكتب أو مركز الاستقدام يتم إرجاع النسبة والتناسب من التعاقد. مثال على ذلك تم استقدام العامل المساعد بمبلغ وقدر 12,000 درهم، مدة التعاقد سنتين، نقسم ال 12,000 درهم على ال 24 شهر راح يطلع عندنا الشهر قيمته 500 درهم. فرضا اشتغل العامل 10 شهور وترك العمل، نخصم مبلغ العشر شهور اللي هي 5,000 درهم ويتم استرجاع 7,000 درهم لصاحب العمل. في هاي الحالة هذا المقصود بضمان السنتين. تمام. نتكلم أستاذ أحمد عن إمكانية تشغيل العامل المساعد لدى الغير. تشغيل العامل المساعد لدى الغير المقصود في هذا السؤال أستاذة أن تشغيل العامل المساعد لدى الأقارب، مش كفالة العامل وتسريحه في العمل لدى الغير. الأقارب نصت اللائحة التنفيذية على جواز تشغيل العامل المساعد لدى الأقارب حتى الدرجة الرابعة. يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل المساعد لدى الأقارب حتى الدرجة الرابعة. اليوم مجتمعنا نحن مترابط متواصل، لابد من العمالة تنتقل مع صاحب العمل في البيت الكبير أو بيت الخال أو بيت العم، فبالتالي هني من حقه أن يشغل العامل في هذه لين الدرجة طاب. نعم. بالنسبة لقانون عمال الخدمة المساعدة، على من يسري هذا القانون وهذا التطبيق؟ يسري قانون عمال الخدمة المساعدة على جميع المنشآت المرخص لها على جميع المنشآت المرخص لها باستخدام العمالة المساعدة، سواء مكاتب الاستقدام أو مراكز الخدمة تدبير، وكذلك جميع العمالة المساعدة اللي يصدر لها تصريح عمالة مساعدة ينطبق عليها هذا القانون. شو بالنسبة أستاذ أحمد حق تشغيل العامل في مهنة غير مهنته الأساسية؟ نعم. صاحب العمل يستقدم العامل لمهنة مربية أطفال، لكن لظروف العمل في البيت استدعى تشغيله في مهنة أخرى كتنظيف ولا هذا. نقول هني هناك شرطين، الأول موافقة العامل على العمل في هذا العمل الجديد، وأن يكون العمل الجديد المكلف به العامل المساعد من ضمن المهن المذكورة في قانون عمال الخدمة المساعدة. في غير هذه الأحوال لا يجوز تشغيل العامل المساعد في الأمور الأخرى. يعني لو رفض العامل لا يمكن تشغيله في هذا. إيه نعم، لازم رضا العامل الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون من المهن المشمولة في هذا القانون. نعم. وإذا قرر العامل المساعد فسخ العقد يعني قبل المدة المحددة، ففي هذه الحالة كيف يتعامل صاحب العمل مع مراكز الاستقدام أو مع العامل نفسه؟ ذكرنا قبل شوي ضمان الست شهور. إذا قرر العامل ترك العمل راح يعوض مكتب الاستقدام أو مركز الخدمة المبلغ كامل لصاحب العمل. كذلك ذكرنا ضمان السنتين أنه راح يعوض نسبة وتناسب من قيمة التعاقد. كذلك هناك على العامل تعويض لصاحب العمل في حال قرر فسخ العقد بعد فترة التجربة. والتعويض راح يكون راتب شهر إجمالي، قيمة راتب شهر إجمالي، ويتحمل العامل تذكرة العودة. وكذلك إذا كان هناك أحكام صادرة بحق العامل من استنفاد أو استيفاء أموال من العامل. هل يتم استبدال العامل بعامل آخر على سبيل المثال؟ في فترة التجربة يجوز الخيار لصاحب العمل في هذه الحالة في استبدال العامل المساعد أو استرجاع المبلغ الذي قام بدفعه لمركز الخدمة أو مكتب الاستقدام. بالنسبة حق مكافأة نهاية الخدمة أستاذ أحمد، هل هناك مكافأة معينة لنهاية الخدمة؟ نعم، مكافأة نهاية الخدمة مثل ما نص عليها القانون يتم احتسابها بعد أن يكمل العامل المساعد في الخدمة لمدة سنة. بعد أن يكمل سنة له مكافأة نهاية الخدمة 14 يوم عن كل سنة. نعم. فرضنا العامل مشتغل سنتين يستحق 28 يوم من الراتب الأساسي. عن كل سنة بيكون 14 يوم من الراتب الأساسي ضرب عدد السنوات اللي يشتغلها هذا العامل. بالنسبة حق الإجازات كيف يتم تنظيم الإجازات السنوية أو حتى الإجازات بالنسبة للعمال؟ نرجع لنقطة مكافأة نهاية الخدمة. كذلك إذا العامل ما كمل السنتين سنة وكسور يتم احتساب الكسور من ضمن مدة الخدمة. فيما يتعلق بإجازة الإجازة السنوية، العامل المساعد له إجازة سنوية 30 يوم عن كل سنة. نعم. أعتقد أن مراكز الاستقدام أو مراكز اللي تستخدم العمالة المساعدة هناك في مجموعة من الواجبات والحقوق تضعها للعامل نفسه، وكيف ممكن هي تضمن اليوم أن صاحب العمل يعزز قيم المساواة
والسعادة في نفس الوقت بالنسبة للعامل المساعد. اليوم مراكز الخدمة تدبير ملزمة بعدم تسليم العامل المساعد لصاحب العمل إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية تتضمن الحقوق والالتزامات على العامل، سواء الحقوق الاجتماعية سواء الحقوق القانونية، وطريقة التعامل مع المهنة اللي هو رايح لها. هو رايح كمربية أطفال، رايحة كمدبرة منزل، في الأمور هذه يكون على علم كامل بالأمور هذه عن طريق الدورة التدريبية. وهذه وزارة الموارد البشرية والتوطين عدت دليل إرشادي لتدريب العمالة على هذه الأمور اللي ذكرتها قبل شوي. تمام. شكرا لك أستاذ أحمد الحسين على هذه المعلومات، يعطيك الصحة والعافية. وضحت الكثير من الأمور اللي ممكن يكون لوايد أشخاص عندهم لبسيها. شكرا لك. الله يبارك. شكرا لك. حياك الله. مشاهدينا نشكر الأستاذ المستشار أحمد الحسيني، مستشار قانوني وعضو في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، على هذه الفقرة وهذه المعلومات.